تعاونوا على وقفه رحنا موجودين. ما يكون على خير ان شاء الله. السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في المباشر من سطات. وقفة تضامنية للنقابيين من الدار البيضاء سطات من جميع الأقاليم، وقفة تضامنية مع واحد زوج مستغلين سيارة الأجرة اللي تم التوقيف ديالها في واحد ظروف يعني غير منطقية. تفضل سي محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لشوف تي في وتحيه الاخوان المناضلين اللي جاوا من ربوع المملكه ربما الدار البيضاء والنواحي ديالها. معكم بن فرحي عبد الاله عضو وطني في الهيئه التجمعيه لقطاع سياره الاجره وكاتب اقليمي بمدينه باقليم سيدي بنور. كنعلنوا التضامن ديالنا اللامشروط مع الاخوان ديالنا اللي معتصمين هنا امام عماله سطات ماديا ومعنويا، ولا للحجره لا للحجره، اننا كنضامنوا مع الاخوان ديالنا واللي ما واقع عليهم. ان السيد كان مستغيل تصبح مشرد، لا هو ولا العائله ديالو ولا الشيفورات اللي معاه ربما جوج ولا ثلاثه ياك المهنيين مرمر كيسارحون، ولكن اللي كيسارحوه كل شيء اصبح مشرد وهذا ماشي معقول. كاينه دوريات وزاريه راه ناصفه المستغيل وخاصه تطبق على وجه الواقع في العماله تسطات. ومنطبقاش على شي وحدين يعني مستافدين من هنا. كاين بعض العمالات، كاين عماله عندنا بالارقام ديال السيارات يعني انهم كاين بعض العمالات كتمشي مع الدوريات، وكاين بعض العمالات كدير داكشي اللي قالها راسها. بعض رؤساء الاقتصاد القسم الاقتصادي كيديروا داكشي اللي قال لهم راسها، ولكن هنا راه كاين قانون في المغرب خاصنا نمشيو على حساب القانون اللي كاين. تحياتي. الاشعاري. السلام عليكم. السلام. الاشعاري المنسق الجهوي جهه الدار البيضاء سطات، عضو المكتب الوطني النقابه الوطنيه قطاع سيارات الاجره. فيما يخص الاتحاد المغربي للشغل، فيما يخص هذه الوقفه التضامنيه مع الاخوان ديالنا، على انه كاين واحد الحيف، وحيف كبير، لان كنشوفوا عندنا وزاره الداخليه واحده وعندنا ملك واحد. حنا كنشوفوا الفرق ما بين العمالات وما بين رؤساء اقسام الاقتصاد. حنا كنشوفوا هذا التعسف اللي قام به هذا السيد رئيس قسم اقتصاد في مدينه سطات، يعني راه ما كيضر بجميع المهني وجميع القطاع، باش غادي يشرد واحد المجموعه ديال السائقين بالابناء ديالهم، هذا الشيء ما كاينش. كاين عندنا دوريات وزاريه، هنا كنطلبوا من التفعيل ديال الدوريه 61. الدوريه 61 يجدد العقد تلقائيا بدون قيد او شرط، يعني في دوري 61 بناء على العقود العرفيه. جاء العقد النموذجي، العقد النموذجي كيعطي 6 مقابل 6 يجدد تلقائيا مره واحده بنفس الشروط. حنا التفعيل ديال الدوري 61 ما تفعلش، وهاد الناس عندهم عقد عرفي وعطاو الحق لصاحب المأذونيه، وهاد السائقين ضيعوهم. كاين تقريبا شي شهر ونص وهم معتصمين هنا، هم الابناء ديالهم هم وليداتهم. كاين الدوريه 444 كتقول تكريس المهنيه، تكريس المهنيه وخلق سجين المهنيين. اذا هنا التكريس المهنيه فين هو؟ باش غنكرسوا المهنيه والاستقرار ديال العمل السائقين. اذا هنا كاين التكريس ديال المهنيه. دوري 444 اللي نادى بها وزير الداخليه وصيفط على صعيد ولايات صعيد العمال، يعني التشعيل. كاين الدوري 750، اذا الدوري 750 كتقول التحويل ديال المعدونيه، ولكن يتبرم عقد مع السائق المستغل الاول. هنا كاين التحويل، هاد الناس ما شنو الذنب ديالهم؟ باش غادي يجي رئيس قسم اقتصاد كيضرب بالدورية عرض الحائط وكيتحدى السيد العامل وكيتحدى السيد الكاتب العام. هاد السيد هذا كيتحداهم. حنا مستعدين غنديروا وقفة احتجاجية هنا. دابا درنا وقفة تضامنية وغنديروا وقفة احتجاجية، غادي نعملوا نعلموا الناس اللي على الصعيد الوطني وغنجيو لهنايا نعبوا له وغنجيو نوقفوا. إذا هاد الناس خصو ياخذوا حقهم، ما يمكنش هاد الناس يضيعوا. عندهم أبناء ديالهم تقريبا كنشوف عندهم 9 ولا 10 ديال الأبناء والمرأة وهما راه ضايعين. وشكرا. شكرا لك سي عبد الرحيم. سي عبد الرحيم تفضل. سي عبد الرحيم السلام عليكم. فعلوا معنا الدورية والمكتب الوطني اللجنة ديال القيادة للاتحاد المغربي للشغل المغربية. جينا اليوم كتضامن مع الإخوان اللي تعرضوا للتشرد وهما معتصمين أزيد من شهر تقريبا 40 يوم، جينا باش نتضامنوا معاهم وباش يتطبق عليهم القرارات الوزاريه اللي ما فاتي انا من خلال الدوريات ولا 444 ولا كذلك
61 ولا اللي قبل، دائما التجديد والاستمراريه ديال العقد او التعاقديه مع الاخوان ديالنا. وهادشي راه دي محطه اولى، ولكن مازال تابعين محطات تضامنيه مع الاخوان ولاد عاد الضروره من اجل فتح باب الحوار والاخذ الحقوق ديالهم. نقدروا مازال نديروا وقفه تضامنيه من هذا المنبر، كندعو لفتح الحوار مع الناس المسؤولين ديال الاتحاد المغربي للشؤون، مع هاد الناس باش يتفتح حوار ونقاش جاد من اجل اخراج هاد الناس من هاد المشكل اللي واقع في هاد المأزق اللي تحط فيه من طرف القسم الاقتصادي والاجتماعي. تفضل السي عبد الرحيم. بغيت السي عبد الرحيم. سي عبد الرحيم، يعني في ظل هذه الوقفه التضامنيه ديال الاخوان معكم، يعني الدار السلام عليكم. انتم في الاعتصام ديالكم، الناس اللي جاوا داروا معنا هذه الوقفه التضامنيه، الاعتصام ديالنا اللي دام تقريبا شهر ونص، كنشكرهم بزاف. والناس راه ادرى بالميدان قبل مني انا، راه الناس ما خلاو لي ما نقول، يعني الهضره اللي كنت كنقول انا وما كانش كياخذوها بعين الاعتبار هي صحيحه. وعدي الدليل بان السيد رئيس القسم الاقتصادي اللي كان قبل من هذا اللي كاين دابا فعل دوريه 61، وهذا ما فعل محاكم عليه المحكمه بالفصل. وديما كنعطيهم المثال، حتى هما ما كيبغيوش برشيد، ما كيبغيوش الرجاله، كنعطيهم المثال برشيد. ها برشيد جوج دابا نصف الفاسق نفس الحكم نفس كل شيء، الطوموبيلات هما خدامين، ها مصطفى ديال النقابه ديال برشيد ونعيطوا عليه دابا. لهذا انا ما بغيتش الحكره تبقى في السطات، صافي. انا الطاكسي خدم كعندنا انسيابيه في هاد المأذونيه، راه ماشي عقار عباد الله، راه ماشي حانوت، راه ماشي دار، راه امتياز عاطيها لي وزاره الداخليه وتكون انسيابيه في المعامله. حنا من 2002 كنجيو كنتعاملوا معاه، كنعطيو الحلاوه ديالو على قد الحال ديالنا. جا رئيس الاقتصاد وصلنا لاغريمون 60 مليون، ولا يعقل ملي غنجيب الاقتصاد الريع كافه من الاقتصاد الريع كافه من الجشع والنام، ومعروف هذا الشيء، راه معروف هذا الشيء في المغرب. بغاو اللي ما بغاش راه ما بغاش، راه كاينه الخطفه، كاينه الشفره، كاين الظلم، كاين الشطط في استعمال السلطه، في استعمال النفوذ. والاخوان راه كنشكرهم جزيل الشكر، والله يرحم ليكم الوالدين، ورحنا معاكم. سي ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وكنشكر الاخوان ديال الاتحاد المغربي للشغل من التنسيقيات ومن المكاتب المحليه، كنشكرهم على هذه الوقفه اللي وقفوا معنا تضامنيه، ومناضلين ومناضلات ديال الاتحاد المغربي للشغل، كنشكرهم شكرا لكم على هذه الوقفه اللي جيتوا معنا، وشكرا لكم. سي داري تفضل. مرحبا سي داري. يجي مكتب الفداء ضرب السلطان، جينا باش نأزروا على الاخوان باش ان شاء الله ياخذوا الحق ديالهم، وانا بعدا مستعد نلبس معاهم هنا، الى قبلوا علينا احنا مرحبا ونستعد ونوفوا معاهم ان شاء الله تياخذوا حقهم وكفى من الشطر. الله يهدي. شكرا لك. شكرا لك. يعني كيف كتشوفوا يعني وقفه تضامنيه للنقابيين مع جوج ديال المستغلين سياره اجره الصنف الثاني اللي تعرضوا للحيف والظلم. يعني كنشكروا التواصل والتفاعل من خلال هذا البث المباشر من القلب.